السلام عليكم، مرحبا بكم معي على قناتي جميلة بريستيج وموديل جديد. وكما شفتوا في العنوان ان جلابة قديمة ورديناها جديدة، فتا شي حاجة ما كتضيع وكل شيء كيبقى. كيف ما شفتوا معايا، الاقتراح ديال اليوم هو هاد الجلابة هذه اللي كانت مخدومة بالسفيفة، كلها مخدومة بالسفيفة نازلة تل تحت بليمون شاوما، يعني مخدومين كانوا بسفيفة وكل شيء. فمولاتها حيدت لها صراحة السفيفة ديالها وبغات دير لها إعادة التدوير كما كنقولوا، يعني أو إعادة التجديد كما كنقولوا، لأن التوب عجبها بزاف، فهو مليفة من الماركة المزيانة. فاختارت، قالت لي جميلة أنني بغيت ندير لي شي حاجة ديال الكروشي، فاختارت مع هذا الموديل هذا اللي هو جا أنيق وراقي في نفس الوقت. فهي فكرة من الأفكار اللي بغيت نطرحها عليكم، أنكم منين تكون عندكم شي جلابة اللي هي بسفيفة، خاصة كنهضر مع المبتدئات، وأنا دائما قناتي موجهة للمبتدئات، كنقولها وكنعاودها دائما، يعني لا عندك شي جلابة ديال السفيفة اللي قديمة ومبقيتيش بغيتي هذيك السفيفة، فحلي هذيك السفيفة وخدمي ليها الكروشي. شوفي شي موديل اللي يكون سهل وتدربي فيه وتلقي فيه يدك قبل ما تشدي من عند الناس وقبل ما ديري كليان. فهذه الفكرة، فهي فكرة رائعة صراحة، أنا كنوجهها لجميع المبتدئات. فلا كما قلت، يعني أي جلابة قديمة تقدروا تحيدوا منها السفيفة كلها من الفوق لتحت وتخدموا لها، يعني غير تمونطيوها عادي، تحبكوها عادي وتسدوها سدات، يعني اللي كيكونوا عاديين. إلا رجعتوا للقناة ديالي غتلقاو الأنواع كثيرة ديال الملاقية اللي غادي تجيكم سهلة بالنسبة للجلالب، يعني من غير ما تديروا هذا الموديل إلا ما بغيتوش. كيف ما شفتوا معايا الموديل كله منبت بالزمرد الفري، انا ديما كنقول لكم كنخدم بالزمرد. هذا راه البلومارين، ممكن يكون ما كيبانش مزيان مع الاناره او هذا، فراه هو البلومارين ماشي الاسود. انا كالعاده غنعلقها لكم في المانكا باش تشوفوها، هي وقفطان جوهره مخدوم بنفس الموديل. هذا الموديل انا راه ديجا خدمته البنات في القناه ديالي، وغنخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. واي تساؤل مرحبا كما كنقول، خليه لي دائما في التعليق تحت من الفيديو، كاينه بلاصه خاصه للتعاليق، فخليوا لي تعليقاتكم والاسئله ديالكم فمرحبا. ونخليكم دابا مع الموديلات بجوج في المانكا باش تشوفوهم واقفين. جلبتنا البنات هي هذه واقفه على المانكا كما كتشوفوا، وكالعاده كما كنخلي لكم اي موديل كما كتشوفوا معايا. فهاد الموديل اللي رجعتوا للقناه غتلقاو الفيديو ديالو. هاد السلته هذه راها خفيفه سهله في نفس الوقت، كاين اللي كيخدم بها العقيق وكاين اللي صراحه لا كيخدمها غير سامبل. كنظن ما بيناش بزاف لان اللون شويه مغلوق، وكما اشرت الذكر في الاول فهو بلومارين ماشي الاسود. نتمنى هاد الفكره تعجبكم. المبتدئات دائما كنهضر معاهم، لان كيدخلوا عندي اخوات اللي ما شاء الله تعلمات وكيبقاو يقولوا لك يعني عطينا موديلات اكثر، هادشي حنا راه عارفينه. فانا قناتي متوجهه للمبتدئات دائما، منين ان شاء الله المبتدئات يكونوا يوليو محترفات غنشوفوا مبتدئات جداد. فنتمنى انا اللي هما اللي انا معاهم صراحه ودائما غنكون معاهم. وهذه فكره نتمنى انهم ياخذوها مني وما يضيعوش اي حاجه، وتلقوا يديهم في هاد الشيء القديم اللي عندهم في الدار كما كان جلابه او بيجامه. وان شاء الله انتظروا مني الكثير ان شاء الله من هاد المبادره. ولا عجبتكم اكثر واكثر كذلك خليوا لي في التعاليق على القناه. مرحبا مرحبا بالتساؤلات، ومرحبا كذلك بالافكار ديالكم. ودابا غنخليكم مع القفطان ديال الجوهره. القفطان ديال الجوهره هو هذا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي يبان لكم، كنظن الرشمه مزيان والموديل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. هو نبتو حتى هو بلقيق الزمرد، هذا على البنات رقم 4، الحرير مبروم على 4، الكروشي رقم 12 دائما باش كنخدم. ها هما الكميمات ديالي، يعني نفس الموديل اللي خدمنا به جلابه فراه هو هذا. نتمنى
اقتراحي الأول يعجبكم كذلك، اقتراحي الثاني في جوهرة، فالتوب جوهرة كذلك يعجبكم. نتمنى البنات تدعموني أكثر وأكثر، يعجبكم الفيديو ما تنساوش تعليق وما تنساوش لجام، وشكرا لكم. وكذلك انتظروا مني إن شاء الله الجديد والأحسن على قناتي، وكانت معكم جميلة على قناتي جميلة برستيج.